تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم شهوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدوا في دنياهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأدركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عميهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون صبيهم في آذان من الصوائق حتى الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لهدم بسمعهم وبصرهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقود الناس والحجارة وإذا للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضنا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل بكثيرا ويهدي بكثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلح ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بلا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم من الشيطان وأنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقوا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرفعوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرفعوا الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرفعوا الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإن الكبيرة تنين على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربي وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل إلا اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم بأني فضلتكم عن الأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بل الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون وسمناكم سوء العذاب يدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعد موسى أربعين ليلة ثم تأخذتم أجلا من بعد وأنتم ظالمون ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم لم تؤمنوا أنفسكم إذا خاتم أجلهم فتوبوا إلى بارك واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من ذنبكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن أحب أن أرى الله جهرة فأخذ من شأن وأنتم تنظرون
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ودللنا عليكم ودللنا عليكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب فرقوا لعلكم تهتدون وإذ قلنا موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بدخلكم الجنة فتوبوا إلى ربكم وأنفسكم ذلكم خير لكم من ذنب الوعد بين وتواب رحيم وإن كنتم يا موسى لن نلقى حتى نرى الله جهرة فبشرناكم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ودللنا عليكم الغم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما تلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث وكلوا بأسن وكلوا خير تبنى في الأمر ضيق وأسنى سيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي كانوا أنزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ سأل موسى قوم بما كانوا يفسقون وإذ سأل موسى قوم بما كنا نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل الناس ما شربهم قل واشربوا من رزق الله ولا تنسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فلنبقى يخشى لنا مما تنبتر من بطنها وكسائها فمي عن تسوى بصرها قل أتستبدلون الذي بدل بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسوم بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما سوا كانوا يعدلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن باليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما في لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله وما لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين تدعوا منكم السمد وكنت لهم قنوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بيننا وما خلوا موعدة المنتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال المكي بينما هي قال إنه يقول إن امرأة لا فرد ولا بنجر أول بين أثر وفر ما تؤمرون قال المكي بينما لونها قال إنه يقول إن امرأة صفر فوق لونها تسر الناظرين وَاضْرِبْ لَهُمْ بَيْنَ مَيْنَ الْبَقَرَةِ شَبَانِنَا وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُدَبِّرٌ وَلَئِنَّهُ يَقُولُنَا مَرَدُ لَدَنُ نُسْلَاد وَلَا تَسْكِنُ الْحَارُ مُسَلَّمَةُ الْأَشَدَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ وَهُوَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَانْتَصَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى مَا يَدْرِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فيلقى الحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق ويخرج منه الماء وإن منها لما يبيد من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قل وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخذنا بعض من العباد قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم من ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعمسنا ما يعلنون ومن أمميون لا يعلمون الكتاب إلا من وإنهم لا يظنون وهو الذين يكتمون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله نشروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيدي وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن نمسنا النار إلا أياما معدودة قل أنبأنا الله دعوة فليخلف الله أم نقول عن الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاط بخطيئة وإن كسب نار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاقهم بني إسرائيل لا تعبدن إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى المساكين وقل الناس يستوى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليل منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإياكم نسأل عدواتهم وهو محرم عليهم يخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تغفرون ببعض فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين أشروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين فلا يخاف أولئك الذين أشروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخاف العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعد برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وإنه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلبا لهم بكفر وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من لم يصدقوا إمامهم وكانوا من قبل يستنبهون على الذين كفروا ولما جاءهم عرفوا كفروا به ولعنة غير الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله ما أنزل بين أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب الكافرين عذاب مهين وإذا أكمل ما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل يكفرون بما أروا الحق من صدقوا إمامهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم دخلتم بجلا من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قولوا سمعنا وأبصرنا واشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن جعلكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنى الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا عبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن تجدنهم أخرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر فسدا وما هو بمساس العذاب أن يعمر وهم بصير بما يعملون قل من كان ولي الله فإن نزل قل كم يغنى صديق لما بينهم وبشرى للمؤمنين من كان ولي وملائكتهم ورسل وجل الله من كان فإن الله تولي الكافرين ولقد أرسلنا آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق من بل أسرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسلنا أن نصدق إمامهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فاتبعوا ما تلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أرسلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أحد يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضرون به من أدلة بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لم يشر ما له في الآخرة من الخلاق ولم سما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن ما آمنوا واتقوا لما توبتوا من الآخر لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا كافرين عذاب أليم ما يوعد الذين كفروا من الكتاب والمشركين وينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آياتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والملك من لا ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسلك ما أرسل موسى من قبل ومن يتم الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فإن كثير من الكتاب يرد من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فهو أسمع حتى يأتي بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصر للسدر يوضع لشيء وهم يدون القدام فدر يقول الذين لا يعلمون مثل قولهم وليقم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن من مسجد الله يذكر في أسماء في خرابها أولئك ما كرم يدخلها إلا خائفين لهم في الدياق ولهم في الأقرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ أولادا سبحان من له ما في السماوات قل له قانتون بديع السماوات وإذا قلت أمرهم فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبل سأقولهم تشابت قلوبهم قد بنى الآيات لقوم يوقنون إذا أرسلنا الحق بشيرا ونذيرا ولا دوسنا من أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الملك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسمعون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعل الناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال وعد ظالمين وإن جعلنا البيت مسجدا للناس فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم أن تسمع أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقنا له من الثمرات من آمن منهم اليوم الآخر قال من كفر فما تقل إلى ثم نادى بالنار وبئس المصير وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين كذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث من رسولا منهم يسلو عليهم آياتك والحكمة والزكاة إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرفع بلاد إبراهيم إلا من سبي النفس ولقد استوفيناه في الدنيا إنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له رب أسلم قل أسلم رب العالمين واصفهم يا إبراهيم بني ويقوم يا بني إن الله صف لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك مصر وإسحاق إلها واحدا من له مسلمون تلك أمة قد خلص لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وكونوا كونوا هدنا ونصارى تهددوا والمال بلاد إبراهيم عنيفا وما كنا مشركين قولوا وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب أسباط وموتى موسى وعيسى وموتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم أن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم سبحان الله ومن أسلم الله سبحان الله وله عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا ورب لنا آمن لكم أعمالكم من له مخلصون أم تقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلص لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.